واين هذه الاجراءات مستمره بقى من اعوام المرتبه خلال الثلاثه اعوام الماضيه في مجملها تتصل مع منظومه الحمايه الاجتماعيه، واخص منها وضع حد ادنى للمعاشات، العمل انفاذ قانون التامين الصحي، التوسع في خدمات الصحه الانجابيه، التوسع في علاج فيروس سي، القضاء على قوائم الانتظار للجراحات للمواطنين الغير قادرين، تنقيه قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، الحرص على توفير لبن الاطفال باسعار مدعمه، مراقبه اسعار المنتجات الغذائيه، اتاحه برامج اقراض متعدده وذات قواعد ميسره، الانتهاء العمل على الانتهاء من تطوير كافه المناطق العشوائيه غير الامنه، التوسع في خدمات الصرف الصحي للقرى، التوسع في انشاء وحدات الاسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل. وفي النهايه علينا ان نؤكد للجميع ان الحمايه الاجتماعيه هي حجر زاويه في برنامج الاصلاح الحكومي الذي يركز على توجيه جانب من وفرات الموازنه المتحققه من الاجراءات الاصلاحيه نحو الانفاق على التحويلات النقديه الاجتماعيه، وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعيه الموجهه الى المستحقين، والحفاظ على مخصصات التامين والغذاء لمحدودي الدخل والتامين الصحي والاستثمار في البنيه التحتيه، مع التركيز على المدخل التنموي.